الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنواصل في هذا اللقاء الكلام على شرح كتاب حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام محب الدين الطبري رحمه الله أبو العباس، وهو أبو العباس أحمد بن عبد الله الطبري رحمه الله، المتوفى سنة 694. وقلنا في الدرس أو في اللقاء السابق أنه رحمه الله ذكر في مقدمة هذا الكتاب الصغير الحجم لكنه إن شاء الله كبير القدر وكثير الفوائد، قال بأنه لما فرغ من كتابه أو من تأليف كتابه القرى لقاصد أم القرى الذي عقده لبيان أحكام المناسك وما يتعلق بذلك، حيث عقد أو ذكر في هذا الكتاب كتاب القرى 40 بابا متعلقة بالمناسك، ثم ذكر أيضا ما يتعلق به أو ما يتصل بذلك من فضائل الحرمين، حرم مكة المسجد الحرام وحرم المدينة المسجد النبوي والمسجد الأقصى، كذلك بيت المقدس، ذكر فضائل بيت المقدس والمسجد الأقصى وما يتعلق بذلك في آخر الكتاب. قال أنه لما فرغت من هذا من تأليف القرى رأيت أن أستل منه من هذا الكتاب القرى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفردها لأنها متفرقة، لأن مذكورة المناسك مذكورة الكتاب كله متعلق بالمناسك، فرأى أن يستل ما يتعلق بصفة حجته صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب، ويذكر فيه الروايات المتعددة أو التي فيها وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما اتفق عليه منها أو مختلف فيه، الروايات المتفق على صحتها أو التي لا تخالف غيرها من حيث المدلول أو المختلف فيها، المختلف إما في صحتها وإما في كونها تعارض روايات أخرى فيجمع بينهما بقدر الإمكان، يحاول الجمع بين الروايات المتعارضة أو المختلفة في الباب. وأما ما وكذلك أيضا قلنا أنه يذكر أيضا ما يتعلق بحجته صلى الله عليه وسلم، أما الأحاديث الواردة في الحج لكنها خارج حجته صلى الله عليه وسلم، يعني عندما في عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل تتعلق بالحج لكنها ليست في حجة الوداع، في أماكن أخرى في المدينة أو في غيرها، لما يسأل عن ما يتعلق بالمناسك فيجيب، فكان يحرر هذا المصنف رحمه الله يحرر هذا الموضع فيجرد ما يتعلق بحجته صلى الله عليه وسلم فقط، لأن هذا هو موضوع الكتاب المتعلق بحجته صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك خارجه فهذا وإن كان متعلقا بالموضوع، متعلق بموضوع الحج يعني متعلق بالحج، لكنه لما كان خارجا عن حجته صلى الله عليه وسلم أو صفة حجته صلى الله عليه وسلم التي عقد لأجلها الكتاب أو التي ألف لأجلها الكتاب في صفة حجته صلى الله عليه وسلم فكان يخرجها. بقي موضوع آخر أو رابع، وهو الموضوعات أو المسائل التي الأحاديث والتي وردت فيها مسائل أشكل عليه رحمه الله، هل كانت في حجته صلى الله عليه وسلم أو كان في خارج الحجة، ليست من حجته، أشكل عليه لاحتمالها لكونها محتملة، تحتمل أن تكون في حجته صلوات الله وسلامه عليه في نفس الحجة، أو كذلك احتمل أن تكون في خارج حجته صلى الله عليه، أشكل عليه، لم يستطع أن يقطع فيها برأي أو يرجح، فقال أنه في هذا في ما كان هذا سبيله فإنه تركه وكل علمه إلى الله عز وجل، يعني توقف فيه لعل غيره مما أوتي فضل علم أن يزيل أو يرفع هذا الإشكال، فتوقف فيه فذكره. ثم بعد ذلك ابتدأ في سياق حجته صلى الله عليه وسلم، وبين أيضا في مقدمة الكتاب أن هذه النصوص والروايات التي يذكرها في هذه الرسالة الصغيرة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم يذكرها معزوة إلى مصادرها، المصادر التي نقل عنها والتي موجودة لكن التي ليست في أصل الكتاب في القراء، الأحاديث المخرجة في القراء
اتركها أو لأنها موجودة في الأصل الكتاب القراء، لكن التي ليست موجودة ليست مخرجة وليست معزوة إلى مصادرها، يعني الكتب أو المصادر التي استقى منها أو التي جاء فيها هذا الحديث أو هذه الرواية، فإنه يذكرها في هذه الرسالة. بدلاً أنه لم يذكرها في أصل الكتاب كأنه يستدرك فيذكر ما لم يذكره في أصل الكتاب وهو القراء، يذكره في هذه يعني يعزوه في هذه الرسالة مبينا من ذكره، لكن مع يعني أحيانا يذكر درجة الرواية أو درجة الحديث وأحيانا لا يذكر ذلك، فهذا لعل إن شاء الله ييسر بيانه أثناء الدرس. ثم بعد ذلك شرع في بيان كما قلنا شرع في بيان صفة حجته صلى الله عليه وسلم، مبتدئا ببيان عمره صلى الله عليه وسلم، يعني افتتح الكتاب بعد المقدمة بأن قال رحمه الله: قال مكث الرسول صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، وكانت فريضة الحج نزلت في 6 وقيل 5 وقيل 9، والأول هو المشهور، والوجهان الآخران حكاهما عياض في الإكمال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج قبل المبعث وبعده، قبل نزول فرض الحج عليه مع قومه. ذكره أبو سعد في شرف النبوة، هذا كتاب شرف النبوة لصاحبه أبي سعد، وهو الإمام عبد الملك ابن أبي عثمان إبراهيم الواعظ رحمه الله النيسابوري، وكنيته أبو سعد، له كتاب شرف النبوة. هل الذي نقل عنه هذا؟ سيأتي الآن بيان ما يتعلق بهذا. فقال ذكره أبو سعد في شرف النبوة، وغيره غير أبي سعد كذلك ذكره. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 6 معتمرا، وأحرم من ذي الحليفة، فلما بلغ الحديبية صده المشركون ثم صالحوه على أن يعود من العام المقبل معتمرا. ويخلون مكة، يتركوها يفرغوها، يخلون مكة 3 أيام، صحيح أنها 3 أيام، يخلوها 3 أيام ولا ياليها إلا إذا كان قصد الإشارة إلى الليالي. ويصعدون رؤوس الجبال، فحل من إحرامه ونحر 70 بدنة كان ساقها، ورجع إلى المدينة. فلما كان في قابل أحرم بالعمرة من ذي الحليفة في ذي القعدة، وأتى مكة وأقام بها 3 أيام، وفرغ من عمرته، وأنفذ إليهم عثمان بن عفان فقال: إن شئتم، يعني قال لقريش: إن شئتم أقمت عندكم 3 أخر، وأعرست بأهلي وأملته، يعني ميمونة رضي الله عنها، لأنه أحرم بها، لأنه عقد عليها وهو حلال كما هو الصحيح والراجح إن شاء الله، لأنه في خلاف هل أحرم، هل تزوجها محرما أو تزوجها حلالا، لكن الأرجح والأصوب والذي دلت عليه الروايات الكثيرة أنه صلى الله عليه وسلم بنى بها حلالا. وأنفذ إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: إن شئتم أقمت، فقال: إن شئتم أقمت عندكم 3 أخر، وأعرست بأهلي وأولمت لكم. وكان تزوج ميمونة الهلالية قبل عمرته ولم يدخل بها، فقالوا: لا حاجة لنا في وليمتك، أخرج عنا. وقيل إنه جاءه بعضهم وسأله الخروج فقال له ذلك، هذا القول يعني، قال له ذلك يعني: أو إن شئتم، إن شئت أقمت عندكم 3 إلى آخره، فأجابه عليه بهذا القول. ويجوز أن يكون أرسل إليهم يعني عثمان ثم جاءه بعضهم، حصل هذا وهذا، أرسل عثمان رضي الله عنه ببلغهم، وأيضا جاءه مندوب أو مرسل من عندهم ولا تضاد بينهما. فخرج آخر اليوم 3 حتى أتى سرف، وهي على عشرة أميال من مكة، وأقام 3 وأعرس بأهله، ثم سار إلى المدينة. فلما كان 8 من الهجرة ونقض أهل مكة العهد، خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى مكة فافتتحها صلحا أو عنوة، على الاختلاف في فتح مكة، هل فتحت صلحا أو عنوة. ودخل بغير إحرام وأقام بها 14 يوما، ثم خرج إلى حنين ففتح الله عليه، ثم خرج إلى الطائف وأقام عليها 1 شهرا، ثم تركها ورجع إلى دجناء، ثم
على قرن المنازل ثم على نخلة حتى خرج إلى الجعرانة فلحقوه بها وأسلموا وأحرم منها صلى الله عليه وسلم، ودخل مكة معتمرا لثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة، وفرغ من عمرته ليلا، ثم رجع إلى الجعرانة وأصبح بها كبائت، ورجع إلى المدينة واستعمل على الحج عتاب بن أسيد فأفرد وحج، يعني عتاب مو ليس النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لأنه لم يحج إلا حجة الوداع بعد الهجرة كما سيأتي الآن بعد قليل، واستعمى على الحج عتاب بن أسيد فأفرد وحج على ما كانت العرب عليه، ثم بعث أبا بكر فأقام للناس الحج سنة 99 وأردفه، يعني حج مفردا، وأردفه بعلي رضي الله عنه يؤذن بسورة براءة، فلما كانت سنة 10 تجهز صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأكثر هذا في الصحيح، يعني الذي ذكره سابقا أكثره مذكور في الصحيح، وما فيه من غيره خرجه الدار قطني والواقدي وأبو سعد وعياض، وكل منهم خرج طائفة منه. تكلمنا فيما مضى في اللقاء السابق عن عمره صلى الله عليه وسلم، لأن هنا تعرض لهذا الباب أو لهذا البحث موضوع العمر، إلى أن ذكر حجته صلى الله عليه وسلم وكم حج غير حجة الوداع، فقال رحمه الله قال: ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ هاجر غير هذه الحجة، وحج قبل الهجرة حجتين. هذا كنا آخر ما تكلمنا في اللقاء السابق هو الكلام على حجاته صلى الله عليه وسلم، كم حجها صلى الله عليه وسلم، وقلت كم حج اللي حضر معنا حج صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج على ما ورد أو على ما ذكره الترمذي رحمه الله مع حجة الوداع، حجتان مع حجة الوداع. فالذي في الترمذي رحمه الله في جامعه ذكر حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر التي عرفت بحجة الوداع. وذكرنا أن الترمذي رحمه الله عقب على هذا الحديث بقوله أنه حديث إيش؟ غريب، حديث غريب. والغرابة عنده لما يحكم بالغرابة معناه أنه ضعيف، يعني لم يتابع، لم تأتي متابعات أو شواهد تعضده، فأصبح غريبا كالرجل الغريب عندما يسافر إلى بلد فيصبح غريبا متفردا لا أهل له ولا من يؤنس وحدته، فأصبح هذا غريب يعني ضعيف. ثم يعني أكد على هذا وزاده وضوحا فقال: وسألت محمدا، يعني البخاري رحمه الله، عن هذا الحديث فلم يره محفوظا، لم يره محفوظا، بل قال بأنه الصحيح فيه لم يعد روايته متصلة، بل هي من رواية أبي إسحاق السبيعي عن مجاهد مرسلا، والمرسل من أنواع الضعيف، يعني أصبح فيه غرابة وفيه إرسال، صار دخل أو جاءه الضعف من جهتين. فصار هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجتين قبل الهجرة حديث ضعيف عند الترمذي، لكن الذي في هذا الباب أيضا عند الإمام الدارمي أبو محمد عبد الله، وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن شيخ البخاري رحمه الله في سننه المشهورة، الدارمي رحمه الله ذكر حديثا فيه أيضا أبو إسحاق السبيعي رحمه الله، هذا الذي عند الترمذي، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة قبل الهجرة، نقلا عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله قال في هذا الحديث الذي في سنن الدارمي. انتهينا الآن من الترمذي، نقول نتكلم على رواية الدارمي رحمه الله عبد الله ابن عبد الرحمن الإمام الحافظ الكبير عبد الله ابن عبد الرحمن، فقال نقلا عن أبي إسحاق السبيعي في الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم حج حجة قبل الهجرة وحجة واحدة قبل الهجرة، والحجة الأخرى اللي هي بعد الهجرة وهي حجة الوداع، وهذه ذكر نحوها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كذلك نقلا عن أبي إسحاق السبيعي. كذلك الإمام ابن كثير رحمه الله، الإمام الحافظ ابن كثير
ذكر في كتاب حجته أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم من كتابه المشهور البداية والنهاية. ذكر الحافظ ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرارا قبل النبوة، مرارا مو مرة واحدة، حج مرارا قبل النبوة. هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير في الكتاب الذي أفرده لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب إيش؟ البداية والنهاية. ثم الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال كذلك أنه في غير مسلم، لأنه يشرح صحيح مسلم، كلامه هذا جاء في شرح صحيح مسلم، قال في غير مسلم ورد عنه أنه صلى الله ورد أنه صلى الله عليه وسلم حج مرتين. هذا ذكره النووي في شرح صحيح مسلم هكذا، يعني بدون أن يذكر حديثا أو يسنده، فقط نقل هذا القول أو ذكر هذه الفائدة بأنه في غير صحيح مسلم. الذي يشرحه في غير صحيح مسلم يعني لعله يشير إلى رواية من؟ رواية الترمذي ورواية الدارمي وغيرهما. كذلك الإمام الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال والذي لا أرتاب فيه، قال أولا أنه صلى الله عليه وسلم حج مرارا كما قال ابن كثير، ثم قال بعد ذلك والذي لا أرتاب فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الحج بمكة قط، يعني قبل الهجرة لما بعث صلى الله عليه وسلم، يقول لا أرتاب أنه لم يترك الحج سنة واحدة، لم يتركه قط في مكة. لماذا؟ قال لأن قريشا وهم على غير دين كانوا يحافظون على الحج، يحجون كل سنة ويعدون ذلك في مفاخرهم وهم على غير دين. قريش كانوا في الجاهلية يعني قبل أن يدخل الإسلام، لأنه ما دخلوا الإسلام إلا بعد الفتح، بعد فتح مكة لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأقام في المدينة ثم جاء فاتحا، بعد ذلك حصل إسلامه. أما في ذلك الوقت لما كان هو صلى الله عليه وسلم في مكة لم يسلم منهم إلا من أسلم من المهاجرين المعروفين، لكن معظم جل القبيلة قريش لم يسلم أحد منهم أحد إلا من أسلم من صحابته صلى الله عليه وسلم من المهاجرين المعروفين، من السابقين الأولين، المهاجرين الأولين كأبي بكر وعمر وعثمان وإلى آخر وعلي إلى آخر السابقين إلى الإسلام. فيقول لست أرتاب أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الحج بمكة قط، لأن قريشا وهم على غير دين كانوا يحافظون على الحج كل عام إذا أتى وقت الحج حجوا، ويعدون ذلك من مفاخرهم، يفخرون به أنهم يحافظون على الحج وأنهم لا يتركون الحج وهم على غير دين. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني على دين الإسلام وعلى معرفة بربه عز وجل وعبادة له وتأله وتضرع وحرص على ما يقربه منه سبحانه وعلى ما يسن للأمة كذلك بعده على ما يسن به للأمة، فلا يمكن أن يترك. لا أرتاب أقول أنه لم يترك الحج قط، لكن عاد كون ما نقل هذا لا يدل، عدم النقل ليس دليلا على العدم، عدم النقل تعتري أسباب كثيرة، عدم النقل تعتري أسباب كثيرة أنه لم ينقل خاصة في تلك الفترة، لأن عدم النقل ما نقل أنه كان يحج كل سنة، هذا ليس معناه أنه نفي لحجه صلى الله عليه وسلم في كل سنة، عدم النقل ليس دليلا على العدم أنه ما وجد هذا الشيء. فهؤلاء أعلام ابتداء بالدارمي الذي ذكر الإمام الدارمي في سننه الذي ذكر هذا الحديث، ثم الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، ثم النووي، ثم ابن حجر، كلهم تتابعوا وتواردوا على إثبات أنه صلى الله عليه وسلم حج مرارا. فمنهم من حدد، فمن هؤلاء القائلين بأنه صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة، يعني في مكة قبل الهجرة لما بعث صلى الله عليه وسلم، أما ما قبل البعثة هذا ما فيه، كانوا قالوا يعني فيه كلام وروايات أنه كان يحج مع قومه، لكن كلامنا في حجاته صلى الله عليه وسلم بعد ما بعث صلى الله عليه وسلم، لكن قبل الهجرة. فهذه بعضهم قال بأنها حجة واحدة، ومن الرواية من ذكر أنها حجتان، ومنهم من قال حج مرارا بدون أن يحدد حج مرارا، ومنهم من أثبت أنه أو قال بأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الحج وهو بمكة قط أبدا، كل سنة كان يحج، لا أرتاب في ذلك.
لا أشك فيه، وهذا كلام من مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله، ليس كلاما يعني من الكلام الذي يلقى، ليس هو رحمه الله ممن يلقي الكلام على عواهنه. فهذا يعني ما يتعلق بحجته صلى الله عليه وسلم قبل، أو بحجاته صلوات الله وسلامه عليه قبل الهجرة. وأما بعد الهجرة فمعروف أنها حجة واحدة، مجمع على ذلك، الأمة مجمعة، العلماء مجمعون على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلى المدينة إلا حجة واحدة هي حجة الوداع. أما عمره صلى الله عليه وسلم أيضا سبق الكلام عليها في اللقاء السابق، فقلنا أنها أربع عمر، كما ورد في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين التصريح بذلك. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، إلا أو خلا ما كان في حجته، إلا التي في حجته، لكن حتى التي في حجته أيضا في القعدة الحقيقة، لأن بداية حجته يقصر العمرة التي اعتمرها في حجة الوداع، لأنها مقرونة بالحج. فالصحيح أنها أيضا كانت في القعدة، لأن ابتداءها كانت في القعدة. ابتدأها متى؟ ابتدأها في القعدة وأكملها في ذي الحجة. فحتى العمرة التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم التي كانت مع حجته أيضا كانت في القعدة. ولذلك صرح العلماء والمحققون مثل الإمام ابن القيم وغيره بأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة. وعرفتم هذه الأربع العمر، وهي عمرة إيش؟ عمرة الحديبية، والحديبية بالتخفيف على الصحيح الأصوب والأفصح، كما قال الأصمعي رحمه الله بالتخفيف الحديبية. وعلى ذلك نص أئمة أهل اللغة أيضا مثل ابن منظور رحمه الله في لسان العرب، وكذلك ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، وأيضا الإمام الخطابي صاحب الكتاب الذي هو موضوع دروسنا في هذه الدروس وفي هذه اللقاءات، وهو معالم السنن، كتاب معالم السنن. الإمام الخطابي قال ذلك أيضا أو نص على ذلك، لكن في كتابه، ليس في كتاب معالم السنن، وإنما في كتابه إصلاح غلط المحدثين. قال ذلك الإمام الخطابي أيضا، أن الأصفح الأصح والأصوب في الحديبية التخفيف، لأن هناك من يضبطها بالتشديد، يقول الحديبية بتشديد الياء، وهذا جمع كبير من المحدثين يقولون الحديبية بالتشديد، لكن الأصح والأصوب والأفصح هو بتخفيف الياء، لأنها من الحدباء حديبية، لأن من حيث الناحية اللغوية الياء المشددة إنما تكون في النسب، مثل ما نقول الإسكندرية، لكن هذه ليست نسب، هذه أصل الحديبية الحدباء، وهي شجرة، كانت شجرة هناك، لأن الحديبية هو موضع سمي باسم شجرة كانت هناك، بئر، وكانت فيه شجرة كما قال الخطابي رحمه الله في هذا الكتاب، في هناك بئر، أصل المكان هذا الحديبة بئر، وفيه شجرة حدباء، والحدباء هذه صغرت فألقي، فقال حديبية تصغير للحدباء، وليست نسبا، لو كانت نسبا كانت شددت مثلا زي إسكندرية بالتشديد، لكن هذه ليست نسب، إنما هو تصغير للحدباء، وهي شجرة كانت في ذلك المكان الذي سمي به هذا الموضع، وهو موضع معروف بين مكة وجدة، وفيه شجرة الرضوان، هذه التي بايع أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندها بيعة الرضوان، وهي التي حل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته لما صده أهل مكة عن عمرته في هذه الحديبية، موضع معروف الآن مشهور، وبينه وبين مكة مسافة قصيرة، يعني الآن موجود حسب الخط السريع هذا، يعني في حول منطقة الشميسي تقريبا، وبعضها الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، بعضها في الحل وبعضها في الحرم. هذه العمرة الأولى وهي عمرة الحديبية التي لم يكملها صلى الله عليه وسلم بسبب أن أهل مكة صدوه، ما مكنوه من الدخول، فتحلل صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة على اعتبار أنه
اتفق أو على ما حصل من بينه وبين أهل مكة من اتفاق على أن يعود من قابل السنة القابلة التي بعدها، وهي العمرة الثانية التي سموها عمرة القضية أو القضاء. والقضية كما قلنا في الدرس السابق أيضا من القضاء، إما من القضاء اللي هو المقابل للأداء، يعني فائتة، قضاء لفائت، ما فاتت الحجة العمرة السابقة فاتت فقضاها في هذه العمرة. وعلى هذا، على أنها عمرة قضاء، عليه الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد أنها عمرة قضاء، من القضاء الذي هو قضاء للفائت. والقول الثاني عمرة القضية من المقاضاة وليست قضاء، قالوا القضية هذه ليست قضاء اللي هو قضاء الفوائت من المقابل، القضاء المقابل للأداء، يعني قضاء الفائت لا، مأخوذة من المقاضاة، لذلك سميت القضية. القضية عمرة القضية، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى أهل مكة عليها، صارت بينهم وبينهم قضية، لا تدخل علينا هذه السنة، ما تدخل، اتفق، حصلت قضية بينه وبينهم، واتفقوا على أن يرجع هذا العام واعتمر من العام. هذه قضية أصبحت، وقاضاهم لأنه صلى الله عليه وسلم قاضاهم عليها أن أرجع هذه السنة لكن سأعتمر السنة القادمة، هذا قضاء من المقاضاة وليست من القضاء الفائت. هذا هو قول مالك رحمه الله ورواية أحمد. وأما القول بأنها قضاء فهو قول أبي حنيفة، قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال من القضاء الذي هو أداء عمرة فائتة التي فاتت ما أكملها في السنة الماضية. هذا مذهب أبي حنيفة، ورواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله. وأما من قال بأنها من القضاء وهي المقاضاة، يعني عمرة القضية، فهو مالك رحمه الله، ورواية كذلك عن أحمد رحمهم الله جميعا. وأبو حنيفة قال أن القضية سميت قضاء من باب قضاء الفائت لأن الحكم تابع للإسم، عمرة القضاء، ها، فهي قضاء، يعني إذا معنى قضاء هو أداء لفائت، لأن الحكم يتبع الإسم القضاء، يعني قضاء مفهوم معروف معنى القضاء، زي ما لما تفوت الإنسان صلاة يقوم يقضيها، يعني قضى فات، كذلك فاتت العمرة، فالقضاء قضاء، اسم قضاء معناه أنه قضاء، يعني من الإسم مأخوذ، الحكم تابع للإسم، ما دام قضاء فهي إذن قضاء لفائت. لكن الصحيح أن الأصوب والأرجح بأنها عمرة القضية من المقاضاة. لماذا؟ بالإضافة إلى القضية، المسألة هذه أو المرجح هذا الذي هو أنها سميت قضية لما حصل بينهما من التقاضي، أيضا مرجح آخر أن الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة كانوا نحو 1400، وهؤلاء لم يكونوا معه صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، ما كانوا معه، أو جمهورهم، معظمهم لم يكن معه، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد، لو كانت هذه قضاء فعلا، قضاء فائت، يعني شيء فائت عليهم، كان يتخلفوا، ما يتخلف منهم أحد. فهذا دل على أن ليست قضاء بمعنى أداء فائت، بل هي قضية من القضية، لأنها من المقاضاة، يعني من المقاضاة. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر واحدا منهم بالقضاء، يعني لو كانت كذلك قضاء من باب أداء المقابل للأداء وأنها فائتة وعليهم أن يقضوها لكان أن أمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضائها، فصارت عمرة قضية وليست قضاء. العمرة الثالثة وهي العمرة من الجعرانة، والتي كانت من الجعرانة، وهي موضع معروف أيضا من الحل بين مكة والطائف، وهذا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند مرجعه لما رجع من غزوة حنين وقسم الغنائم، فمر بهذا الموضع الذي هي بئر أو مجموعة آبار متقاربة، فصلى فيه وأحرم منه ودخل مكة محرما. والجعران بكسر الجيم إجماعا عند المحدثين وغيرهم، لكن الكلام في التشديد مثل الكلام في الحديبية، الجعرانة بالإجماعا كما نقله الياقوت الحموي
في معجم البلدان بالإجماع أنها بكسر الجين سواء عند المحدثين أو عند غيرهم، لكن وقع الخلاف في تشديد الياء مثل ما حصل في الحديبية، فكثير من المحدثين أو أكثر المحدثين يضبطونه بالتشديد الجعرانة بتشديد الراء، وأما غيرهم قال أن أهل الإتقان وأهل أن أهل الإتقان والأدب يخطئونهم في ذلك، يخطئونهم في تشديدهم الراء ويقولون هي بتخفيف الراء بكسر الجيم جعرانة والراء مخففة، هذا هو الأصح والأصوب، وهذا هو الذي عليه الإمام الشافعي رحمه الله، بل قال أنه أن المحدثين يخطئون في تشديدهم الجعرانة، والصواب تخفيفها الجعرانة ليس الجعرانة، الجعرانة. ويقول ياقوت الحموي هذا قد يكون لغتين، قد يكون لغتان في الباب، وهذا ليس بصواب، رد عليه بأن هذا لأن المنقول من الروايات إنما هو عن بعض الأئمة فيما بعد زمن الاحتجاج، وهذا ليس حجة، يعني الذين نقل عنهم أنه جعرانة وجعرانة وأنها قولان، هؤلاء بعض الأئمة رويت روايات عنهم بعض الأئمة أئمة اللغة في غير بعد زمن الاحتجاج، وهذا لا حجة فيه. قال رحمه الله: وأما في الشعر فلم ترد إلا مخففة في كل الأشعار التي وردت فيها، وضرب على ذلك مثالا بقوله: ليت في الجعرانة دارها وداري بين الشآم فكبكبي. فيقول هذا أحد الأشعار التي ضربها أو ذكرها مثالا على أنها لم ترد في الشعر إلا مخففة. المهم أن هذا الموضع وهو في الحل هو أحد المواضع التي كانت منها عمرة إحدى عمراته صلى الله عليه وسلم المشهورة التي اعتمر بها بعد عودته من غزوة حنين، وبعدما قسم الغنائم فأحرم من الجعرانة بهذا الموضع المعروف الآن، وفيها مسجد الآن يعتمر الناس منه، وهي في الحل، ليست كالحديبية، الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم. العمرة الرابعة وهي عمرته صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها في مع حجته مقترنا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا على الصحيح الراجح، وهذا سيأتي مزيد بيان له في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى عند الكلام على نوع نسكه صلوات الله وسلامه عليه. أما ما يتعلق بهذا الأمر أيضا وهو أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وهي كلها في القعدة، وليست عمرة واحدة منها في رمضان، ليست عمرة واحدة فيها منها في رمضان، مع أنه صلى الله عليه وسلم بين أو ذكر أن عمرة في رمضان تعدل حجة كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما. المصنف هنا قال بأن مسلما رواه، ليس مسلم، لم ينفرد به مسلم حديث العمرة في رمضان تعدل حجة، لم ينفرد به مسلم كما في الكتاب هنا، وإنما أخرجه البخاري أيضا في صحيحه، أخرجه الإمام البخاري أيضا في صحيحه في كتاب العمرة، باب العمرة في رمضان، في أول حديث منها في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو الحديث رواه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث الأول في هذا الباب من باب عمرة في رمضان من كتاب العمرة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، أخرجه من طريق يحيى ابن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة يقول نسيت اسمها، القائل هو ابن جريج وليس عطاء كما بينه الحافظ رحمه الله في شرحه، كما بيضه ابن حجر رحمه الله، القائل نسيت اسمها ابن جريج، قال لهذه المرأة: ما منعك أن تحجي معنا؟ ما منعك أن تحجي؟ مرأة نسيت اسمها، قال نسيت، ما منعك أن تحجي معنا؟ فقالت: كان لي ناضح، فالناضح هو الإبل الذي استقى عليه، الإبل البعير الذي استقى عليه، وزوجها كان له ناضح، فذهب زوجها وابنها بالناضح وبقي معها ناضح واحد،
فلم تتمكن من الحج بسبب ذلك، أنها عجزت عن، لأن هذا البعير تستقي عليه، ما يمكن أن تحج عليه. وأما الذي يمكن الحج عليه الآخر ذهب به أو ذهب عليه زوجها وابنها. فقال الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة. هذا الحديث دل على أن على أفضلية هذه الحجة، هذه العمرة في رمضان، ولا الفضل العظيم لها، وأنها تحلل حجة أو حجة معي كما في الرواية الأخرى الصحيحة أيضا. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، وهذا الجواب عنه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، أنه لا شك أن الله تعالى لم يكن ليختر لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، والعمرة في أشهر الحج في حقه صلى الله عليه وسلم هي الأفضل، لأنهم كانوا أهل الجاهلية كانوا يعتبرون أن العمرة في أشهر الحج في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم صلى الله عليه وسلم فاعتمر في أشهر الحج. قلنا أن كل عمره صلوات الله وسلامه عليه كانت متى؟ في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر إيش؟ من أشهر الحج، فخالف أهل الجاهلية في ذلك. وقد يقال أيضا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان بما هو أهم من العمرة، وقد يقال كذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك خشية أن يفرض، لأنه كثيرا ما كان يترك العمل ولا يعمل به خشية أن يشق على أمته أو أن يفرض عليهم، كما حصل بالنسبة لما جاء هنا في المسجد الحرام ورأى السقاط من آل العباس يسقون، وكذلك يعني قال لهم اسقوا فإنكم على إثم أبيكم إبراهيم، ولولا أن أغلبكم الناس على سقايتكم لسقيت معكم، ما قبل أو ما أراد أن يسقي معهم، ترك هذا العمل مع أنه كان يريد إيش يعني يرغب في عمله، تركه خوفا من عارض أمر آخر. كذلك لما دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم وخرج حزينا فقال لعائشة: إني خشيت أن أكون شققت على أمتي، يعني أن الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يعني معنا لازم كلنا لابد أن ندخل تأسيا به، فخشي أن يشق ذلك عليهم بسبب فعله صلى الله عليه وسلم، فكان يترك العمل أحيانا في وهو يرغب في أو يحب أن يعمله رأفة ورحمة منه صلوات الله وسلامه عليه بأمته، ولكذلك لأنه كان يشتغل بما هو أهم من العمرة في رمضان. والمهم أن العمرة في حقه صلى الله عليه وسلم، العمرة في أشهر الحج في حقه صلوات الله وسلامه عليه أفضل، وأما في غير حق غيره فالعمرة في رمضان أفضل، في الحق في غير النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان أفضل. هذا على ما ذكره رحمه ابن القيم في زاد المعاد في كتابه الجليل زاد المعاد، وكذلك الحافظ في فتح الباري أيضا. لكن بقي هنا الكلام على المرأة، هذه المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تحجي معنا؟ فهذه اختلف فيها على ما ذكره المصنف هنا في الكتاب، قال بأنها خمس نساء، ذكر أسماءهن، ما ذكر روايات، وإنما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول لخمس نساء، ما هو ليست امرأة واحدة، وإنما قال هذا، يعني قال إن عمرة في رمضان تعدل الحج، هذا الكلام وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم ذكره لخمس نساء كما قال المصنف هنا، قال بأن هذا الكلام قاله ليست لمرأة واحدة وإنما لخمس نساء ذكرهن، فقال بأنهن أم سنان وأم سليم رضي الله عنها وأم معقل الأسدية وأم طليق وأم الهيثم، هذه الخمسة ذكر أسماءهن، لكن لم يذكر الأحاديث أو الروايات التي فيها هذا يعني بيان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النساء، ما ذكر الأحاديث، قال بأنه قال هذا القول لخمس نساء. وقال أيضا الطبري المحب الطبري رحمه الله في هذا الكتاب، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال بأن حجة في رمضان تعدل عمرة في رمضان تعدل حجة، قال بأن العمرة في رمضان تعدل الحجة، قاله لما خرج إلى ذي الحليفة لأجل أن
يحرم في حجة الوداع. هذا ما ذكره، ولكن الذي عندنا في الحديث أنه صريح بأن أنه صلى الله عليه وسلم قال لذلك، قال للمرأة لما ما منعك أن تحجي معنا، ما لما لم تحجني بعد الحج، بل في التصريح في الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حج بعد أن تام الحج ورجع سأل المرأة لماذا لم تحج. سأذكر الروايات التي تدل على ذلك بعد قليل. على كل حال هو حاول الجمع بين الأمرين، فقال بأنه يحتمل أن الأمر يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني هذا الحديث، وهو أن عمرة في رمضان تعدل حج، قاله أولا في عند ذي الحليفة، ثم بعد ذلك كرره للمرأة بعد أن حج صلى الله عليه وسلم وسألها لما لم تحجي معنا، لما ما منعك أن تحجي معنا، قالها كررها يعني تكرار، حملوا على هذا. لكن الذي دلت عليه روايات أن هذه القضية، أولا أم سنان هنا في هذا الحديث الأول الذي في صحيح البخاري لم تسمى، في رواية ابن جريج لم يسمها، قال نسي، ذكرها ابن عباس ونسيتها، ابن جريج نسيها. لكن في رواية أخرى عند البخاري رحمه الله من طريق حبيب المعلم، الرواية التي ليست فيها اسم الصحابية، هذه رواية الحديث الأول في هذا الباب من صحيح البخاري، وهي من طريق من قلنا، من طريق يحيى ابن سعيد القطان، لكن في طريق آخر أيضا عن ابن جريج، لكن من طريق حبيب المعلم سمى المرأة، حبيب المعلم في روايته عن ابن جريج رحمه الله عن ابن عباس قال بأنها امرأة أنصارية تدعى أم سنان، نص عليها في رواية حبيب المعلم في صحيح البخاري أيضا. فالذي نسيها هنا ابن جريج عن عطاء، وهذه الرواية، رواية التي فيها أن هذه المرأة اسمها أم سنان الأنصارية، ثلاث روايات وردت أيضا عن عطاء رحمه الله، واحدة منها ابنه يعقوب عن عطاء، الثانية محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عطاء أيضا، الثالثة معقل الجزري، الثلاثة هؤلاء تتابعوا في الرواية عن عطاء رحمه الله بأنها أم سليم، الرواة الثلاثة هؤلاء تتابعوا، تابع بعضهم بعضا، يعني محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى تابع يعقوب ابن عطاء عن أبيه، وكذلك معقل الجزري تابع محمد بن عبد الرحمن، الاثنان هذان الراويان تابعا يعقوب ابن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أن المرأة هي أم سليم، وذكر الحديث أم سليم رضي الله عنها قالت أنها جاءت إلى النبي صلى الله، هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه، هذا الحديث الذي فيه أن المرأة هي أم سليم أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه، وهي أنها جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا طلحة، يعني زوجها، إن أبا طلحة وابنه حجا وتركاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأما إذا فاتك الحج فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. يقول ابن حجر رحمه الله وأنه من المستبعد، يبعد أن هؤلاء الثلاثة كلهم يتتابعوا على خطأ، يقول أن المرأة هي أم سليم، ثلاثة يتتابعوا في الرواية ويكون هذا خطأ، هذا مستبعد بعيد. فسبب هذا أو العلة أو الباعث على ذلك يقول بأن حبيب المعلم هذا لعله ما ضبط الاسم، قال أم سنان الأنصارية، ولكن الواقع في الواقع أنها أم سليم، الواقع أنها أم سليم. ويقول أنها وردت أيضا شبيه بهذه القصة، قصتان لامرأتين، وردت قصتان لامرأتين، لأن المصنف هنا ذكر خمسة نساء، فصار عندنا أم سنان انتهينا، وأم سليم بقيت امرأتان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الأحاديث قال لهما ذلك، وهما قصتان يقول لامرأتين، إحداهما اسمها أم معقل الأسدية من بني أسد، فهذه أيضا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا معقل عنده جمل وناقة فهلك أبو معقل، كان تريد أن تحج عليه، فهلك أبو معقل يعني فاتها الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، هذه أم معقل الأسدية، ورواها النسائي رحمه الله في سنن الكبرى هذا الحديث الذي فيه معقل أم معقل الأسدية. المرأة الرابعة وهي أم طليق بوزن عظيم، أم طليق
المرأة أم طليق هذه لها مشكلة مع زوجها كبيرة في مسألة الحج، وهذه تتكرر الآن أن المرأة تريد أن تحج والرجل يعوقها عن ذلك ويحبسها لأسباب إما تكون أسباب أحيانا يعني واقعة أو يعني معقولة أو صحيحة، وأحيانا تكون تعنتا يمنع، لأن هناك من نعرف أن هناك من عارض رغبة زوجته في الحج حتى بلغت 60 عامة والتجاوزت 60 في الفس أقصد في الحج في الوقت الذي نحن فيه الآن، يعني من تعنت بعض الرجال أنه بعض الرجال أنه يمانع ويعارض زوجته في الحج ويتعلل بمختلف العلل بمختلف التعللات، ما عندي فلوس، ما استطيع اروح مع اذهب معك، لا ما عندي ما احملك عليه، ما كذا، وقصده بذلك ان يمنعها من الحج وهو فريضه. لو كان تطوع كان يمكن ان يقال فيه ان هذا تطوع وليس فرضا، لكن المشكله انه احيانا يكون في فرض عليها الفرض وهو يعود. فالمهم ان هذه قصه ام طليق تدل على شيء أو تدل على أن هذا أمر قديم، وهذا أم طليق وأبو طليق العجب أنه في كتب الصحابة في كتب الذين ترجموا للصحابة مثل الإصابة للحافظ من حجر وغيره من الكتب وأسد الغابة والاستيعاب لابن عبد البر، المهم الكتب التي ترجمت للصحابة لم يذكروا فيه إلا اسمه فقط أبو طليق، هذا أبو طليق الذي حال أو الذي تعنت مع زوجته تريد الحج وهو عنده ناقة وجمل، فقالت أعطني الجمل أحج عليه، قال هذا جعلته حبسته هذا الجمل، أنت تعرفين أنه حبيس في سبيل الله، حبسته في سبيل الله، قالت والحج في سبيل الله، طيب أعطني الناقة وأنت خذ الجمل، قال لا هذه أنا ما رفض يعني أعتذر بعذر، طيب إذن أعطيني نفقة، أعطيني من النفقة، ما أنا أدبر نفسي يعني أعطيني نفقة، قال ما عندي ما أنفق به عليكم، فقالت إذن إذا لقي وراح ذهب إلى الحج، فقالت له إذن إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله عما يعدل الحج، الحج فات الآن في شيء يعدل الحج اسأله عن الحج، فقال فذهب يعني فلما لقي ذهب ليحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله نقل له سؤال أم طليق عن ما يعدل الحج، فقال صلى الله عليه وسلم صدقت أم طليق، يعني أنك لو أعطيتها الجمل فحجت عليه فهو في سبيل الله، فإنك لكان ذلك في سبيل الله، يعني أنك أخطأت في أنك لم تعطيها الجمل لأنها صدقت فيما قالت لك، هي أفقه منك لما قالت بأنك لو أعطيتني لأن الحج في سبيل الله، قال أنا الجمل هذا حبسته في سبيل الله جعلته موقوفا على الجهاد يعني في سبيل الله، فقالت الحج في سبيل الله رفض قال لا ليس في سبيل الله ما رضي يعطيها، فقال صدقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم نقل له ذلك نقل له القصة أو الخبر الذي حصل مع زوجتي، قال صلى الله عليه وسلم صدقت أم طليق يعني فيما قالت بأن الحج في سبيل الله، طيب ما الذي يعدل الحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان، لما سأله زوجها أبو طليق ماذا يعدل الحج، وهذه يقول الحافظ ابن عبد البر أن يعني يجمع بين الاثنين بين الرواية التي فيها اسم المرأة أم معقل الأسدية والرواية التي فيها أنها أم طليق، قال بأنها امرأة واحدة ولها كنيتان، امرأة واحدة ولا كريتان، لكن هذا ليس بصواب بل هما امرأتان، ليش لماذا؟ لأن أم معقل الأسدية هذه زوجها هلك أو مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أم معقل الأسدية زوجها مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي هذا الذي حصل سياق يعني في قصة أم طليق ليس هو كالسياق في قصة أم معقل، وأهم من هذا أنه مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما أم طليق أو أبو طليق فهذا عاش حتى عصر التابعين، حتى حدث طلق بن حبيب، لأن طلق بن حبيب التابعي هو الذي روى عن أبي طليق بوزن عظيم، طلق بن حبيب هذا من صغار التابعين، يعني أن هذا الرجل أبو طليق زوج أم طليق الذي لم يذكر المترجمون له اسما غير هذه الكنية في كتب الصحابة، قد قص القصة هذه قصته مع زوجته أم طليق
التابعي هذا الذي هو من صغار التابعين وهو طلق بن حبيب، طلق ابن حبيب من صغار التابعين، فيعني هذا في زمان وهذا في زمان مختلف مرة. أحدهما توفي زوج أم معقل الأسدية توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا توفي بعد ذلك بزمن حتى أدرك أو أدركه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين، ليس من كبارهم، من صغار التابعين، يعني زمن طويل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث أو سمع من أبي طلق، سمع منه هذا الحديث. وعلى كل حال كما قال رحمه الله، كما قال الحافظ في الفتح، أنه لا معدل عن تسمية المرأة بأم سنان أو أم سليم، هذه انتهينا منها، إما أم سنان أم سليم، أم سنان الأسدية أو أم سليم، لابد ما لا معدل عن ذلك، ما تستطيع أن تقول غير ذلك، إلا أن أحد الراويين وهو الذي أخرج البخاري الحديث من طريقه وهو حبيب المعلم لم يضبط الاسم كما ينبغي، فأشكل عليه، فمرة سماها أم سنان الأنصارية، وغيره من الثلاثة الذين تتابعوا في الرواية على عطاء روها بأنها أم سليم رضي الله عنها. وأما المرأة الخامسة فأم الهيثم التي ذكرها المصنف هنا الإمام الطبري في كتابه هذا، قال أم الهيثم، والحافظ أيضا ذكرها لكن لم يذكر لها حديثا ولم يذكر لها قصة، بل اكتفى بذكر اسمها، وهي إحدى الخمس نساء التي ذكر أو التي وردت في شأنهن أو في خبرهن هذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عما يعدل الحج، لمن فاته مثل هؤلاء النساء، فقال بأن عمرة في رمضان تعدل الحج. لما سئل عن الحج أو ما يعدل الحج قال ذلك في الأحاديث التي وردت فيها أنها قال ذلك لخمس نساء، كما قال المصنف هنا عندنا ذكر أسماءهن لكن لم يذكر الروايات التي سمعتموها، وهذا في هذا القدر إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء كفاية. فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.